الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام الحجة عليه السلام. حياكم الله في وقفة جديدة مع ما جرى على آل محمد من بعد مصرع الحسين. هذه الحلقة نخصصها للآراء التي وردت حول مدفن رأس مولانا سيد الشهداء عليه السلام، كثرة الأسئلة التي تردنا حول أين دفن الحسين صلوات الله عليه واستقراء الأمر تاريخيا في ذلك. خل الآن نقف عند رأي سبط بن الجوزي صاحب التذكرة في صفحة 275 طبعة النجف، نذكر آراء التي ذكرها، وذكر خمسة آراء بين يدي الآن. الرأي الأشهر الأول راح أنا أخليه في النهاية على مود نفهم. يقال سبط بن الجوزي في التذكرة: واختلفوا في رأس الحسين على أقوال، أشهرها أنه رد إلى المدينة مع السبايا، ثم رد إلى الجسد بكربلاء فدفن معه. طبعا إحنا نتبنى كإمامية أن رأس الحسين عليه السلام أرجع إلى الجسد الشريف بكربلاء. هذا خلينا نخليه نقطة راس سطر على مود نكمل البحث. رأينا أن الرأس دفن مع الجسد بكربلاء، وراح وسيأتي ذكر المصادر. قال: والثاني إنه دفن بالبقيع بالمدينة عند قبر أمه فاطمة. قال ابن سعد، يعني الرأي الثاني عند ابن الجوزي إنه دفن بالمدينة. قال: لما وصل إلى المدينة كان سعيد بن العاص واليا عليها، فوضعه بين يديه وأخذ بأرنبة أنفه، يعني راد يمثل بالحسين، ثم أمر به فكفن ودفن عند قبر فاطمة. هذا رأي ابن الجوزي، يقول إن الرأس دفن عند فاطمة عليه السلام في المدينة، رأي ابن الجوزي هذا. وذكر الشعبي أن مروان بن الحكم كان بالمدينة فأخذه وتركه بين يديه، وقال: حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين. ثم قال: والله كأني أنظر إلى أيام عثمان. ما أدري شنو ربط رأس الإمام الحسين برأس عثمان. يا أخي أهل البيت ما اشتركوا بقتل عثمان، فلماذا تحملون على محمد قتل عثمان؟ ما أدري، الإعلام الأموي إعلام أصفر إعلام أعور، يريد أنه كل شيء يلقي في كرة أهل البيت. وإحنا نقلنا النصوص التي كان تثبت أن الدعم اللوجستي الماء والشراب كان الإمام الحسين والحسن يدخلانه إلى عثمان أيام الحصار الأعظم، يعني لم يرضوا أصلا، لم يشتركوا بقتل عثمان. الرأي الثالث أن رأس الحسين بدمشق كما يقول ابن الجوزي. حكى ابن أبي الدنيا: وجد رأس الحسين في خزانة يزيد بدمشق فكفنوه ودفنوه بباب الفراديس. وقلنا هذا على خلاف رأينا في أن رأس الحسين عليه السلام دفن بكربلاء، احنا هذا نتبنى دفن بكربلاء. وقال البلاذري في تاريخه: وبدمشق في دار الإمارة. الرأي الرابع أنه بمسجد الرقة على الفرات بالمدينة. ذكر الوراق في المقتل لما حضر الرأس بين يدي يزيد بن معاوية قال: لأبعثنه إلى آل أبي معيط عن رأس عثمان. قلت لكم ما يربطون بين رأس الحسين ورأس عثمان، هذا شيء غير صحيح، لأن الحسين لم يقتل عثمان. فبعثه إليهم فدفنوه في بعض دورهم، وهو إلى جانب سدرة هناك، وعليه شبيه النيل لا يذهب شتاء ولا صيفا. إذا الرأي الرابع عند ابن الجوزي أن الرأس دفن بالرقة على الفرات، ولكننا نميل أنه دفن بكربلاء. الخامس أن الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس إلى عسقلان، ومن ثم نقلوه إلى القاهرة وهو فيها، وله فيها مشهد عظيم يزار. ثم قال سبط ابن الجوزي: في الجملة ففي أي مكان كان رأسه وجسده فهو ساكن في القلوب والضمائر. وسئل أبو بكر الآلوسي عن موضع رأس الحسين فقال شعرا: لا تطلبوا رأس الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودع الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. احنا الذي نتبنى أن الرأس الشريف أعيد إلى الجسد بكربلاء. ذكر العلامة الأمين في أعيان الشيعة الجزء الرابع الرأي الثاني أن الجسد مدفون معه الرأس، وأدلة ذلك: أولا في البحار أن المشهور بين علماء الإمامية أن السجاد رده إلى الجسد المبارك. إذن علامة المجلسي ينقل أن الشهرة في مكان دفن رأس الحسين هو في كربلاء، وفي اللهوف أن الرأس أعيد فدفن بكربلاء مع الجسد، وكان عمل الطائفة على هذا المعنى، يعني علماء الشيعة عملهم أن رأس الحسين دفن مع الجسد بكربلاء. وقال ابن نما الذي عليه المعول من الأقوال أنه عيد إلى الجسد بعد أن طيف في البلاد ودفن معه، ولا ينكر أنه وصل إلى عسقلان إلى مصر إلى المدينة ومن ثم أعيد إلى كربلاء. وعن المرتضى أن الجسد رد إلى البدن بكربلاء من الشام. سيد المرتضى أيضا يتبنى أن رأس الحسين عليه السلام
دفن بكربلاء. وقال الشيخ الطوسي أن الرأس دفن بكربلاء ومنه زيارة الأربعين، لأن هذه الزيارة تسمى زيارة مرد الرأس. أبو الريحان البيروني يقول 20 صفر أرجعت الرؤوس إلى الأجساد، زيارة مرد الرأس. وقال سبط بن الجوزي في التذكرة أشهر الأقوال إن يزيد رده إلى المدينة مع السبايا، طبعا نقلناه هذا، ثم رده إلى الجسد بكربلاء فدفن معه. والروايات في ذلك أيها الأحبة كما نقلناها يعني كثيرة. زين، أنقل لكم الآن المصادر التي ذكرت في استفاضة الروايات عند الإمامية برد رأس الحسين إلى كربلاء. مثير الأحزان المعول عليه عند الإمامية، يعني هذا الرأي معمول بمعول عليه، اللي هو في ابن طاووس يقول أن رأس الحسين رد إلى كربلاء وعليه عمل الإمامية. صاحب إعلام الورى الطبرسي قال إن المشهور بين العلماء رد الرأس إلى كربلاء. في عجائب المخلوقات للقزويني صفحة 67 قال في 20 صفر رد رأس الحسين إلى جثته. إذن هو أيضا يذكر زيارة 40. في شرح همزية البوصري لابن حجر قال أعيد رأس الحسين عليه السلام بعد 40 يوم من مقتله، يعني أعيد إلى كربلاء. ونقلنا رأي صاحب تذكرة الخواص الأشهر أنه رد إلى الكربلاء ودفن مع الجسد. والمناوي في الكواكب الدرية قال في الجزء الأول صفحة 57 أن الإمامية يتفقون على أن الرأس أعيد إلى كربلاء. إذن هذا العالم السني مناوي يقول يا ترى الإمامية عندهم اتفاق أن الرأس الشريف أرجع إلى كربلاء، دفن في كربلاء. أكو كلمة جميلة أحب أن أختم بها للسيد المقرم، يقول وعلى هذا فلا نعبأ بكل ما ورد بخلافه. يعني يقول أكو روايات إحنا ذكرناها في مدفن رأس الحسين، بس يقول إحنا لا نعبأ لأننا نعتقد والشهرة لدى علمائنا وعليه عمل الإمامية والمعروف بين العلماء. لاحظ أن الرأس الشريف دفن مع الجسد بكربلاء، فيقول لا نعبأ بكل ما ورد بخلافه. ورحم الله الحاج مهدي الفلوجي الحلي حيث قال لا تطلبوا رأس الحسين فإنه لا في حمن ثاو ولا في وادي، لكنما صفو الولاء يدلكم في إنه المقبور وسط فؤادي. بالفعل رأس الحسين صلوات الله عليه صح هو في كربلاء، دفن مع الجسد الشريف في يوم 40، بس ترى يبقى الإمام الحسين هو المهيمن على القلوب. أنا قلت في بعض، أنا قليل كتابة للشعر، فقلت في بعض ما كتبت قال النبي مقالة أكرم بها إن الحسين سفينة الأبرار فاركب ببسم الله وارجو نجاتك يوم القيامة من أليم النار. صح اليوم رأس الحسين دفن مع الجسد في كربلاء، بس فعلا يا ناس في كل قلب موالي، في كل قلب شريف، في كل قلب منصف يوجد الحسين بعطاءاته، يوجد الحسين بقيمه، يوجد الحسين بكل ما يرتبط بالإرث الذي مو سهل. سيد الشهداء أبي بن كعب جالس عند النبي صلى الله عليه وآله، فأتى الحسين وهو لم يزل طفلا. النبي صلى الله عليه وآله كان دائما ما يحيط الحسين بهالة من الحزن والبكاء. مو المسألة تابعة ترى لأن الحسين هو حفيده، لا، حسين هو رجل مناقبي، حسين هو حامل مشروع السماء، هذا وارث النبوات. فلما نظر إليه قال مرحبا بك يا زين السماوات والأرض. أبي بن كعب جالس عنده قال يا رسول الله ها كلمة كبيرة، معقول الحسين زين السماوات والأرض؟ قال نعم، إن الحسين زين السماوات والأرض. كررها، يا أبي إن الحسين في السماء أعظم منه في الأرض. هذا أبو علي ترى يا ناس يا عالم، هذا الحسين اللي كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله عزيز علي أبا عبد الله. ذات مرة الظهر الزهراء مغسلة للحسين عليه السلام، وأتى احتضنه النبي وكان صدره مكشوف عنقه. تدري اليوم جدي يلعب حفيد، الأم تفرح، كان يضمه إلى صدره. التفتت فاطمة سلام الله عليها وإذا بعيني النبي تهملان دما، تهملان دمعا، فاض الدموع على خده وهو يقبل الحسين في خده في نحره في فمه في صدره في يده. فقالت يا رسول الله أراك تكثر من تقبيل الحسين،
مباشرة من فمك إلى جسده، قال: يا فاطمة، عزيز علي أبا عبد الله، أسأل الله أن يجعلنا من الذين يحبون عزيز النبي. ثم قال: يا فاطمة، إني أقبل منه مواضع السيوف فأبكي. لاحظ، هذا قبل كربلاء بأكثر من 55 سنة. أقبل منه مواضع السيوف فأبكي. وبالفعل بعد هو عزيز النبي يعني، و إيه الله يرحم الشريف الرضي في قصيدته: كربلا لا زلت كربا وبلا، لقى عندك آل المصطفى كم على تربك، لما صرعوا من دم سالة ومن دمع جرى، يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللقلب شجا، قتلوه بعد علم منهم، إنه خامس أصحاب الكساء، لو رسول الله يحيا بعده قعد اليوم عليه للعزاء. شوفون زوار الأربعين الكرام، الله يحفظهم يرجعهم لأهاليهم سالمين. فعلا هاي عزاء النبي. وأقول دائما: بيض الله وجوهكم يا أهل العراق، بيض الله وجوهكم يا أهل العراق، بيض الله وجوهكم على هاي الخدمات اللي تقدمونها، وهذه المليارات من الدولارات التي تنفق على زوار أبي عبد الله طوال 20 يوم من خدمة أبي عبد الله. سأل الله أن يحشرنا مع الحسين وفي ركاب الحسين، وأن يعرف بيننا وبين سيد الشهداء بفضله وفضل الصلاة على محمد وآل محمد.